حاجة وصلت وهتتسلم لأصحابها. حلو قوي. الناس اللي انت عرفتيني عليهم دول ما بيهزروش. عشان تعرف ان كل حاجة معايا ممكنة واي حاجة معايا متاحة. اللي انا مستغرب له انت ازاي وامتى قدرت تعملي العلاقات دي كلها؟ ده حسد بقى ده ولا ايه؟ اعجاب. دي موهوبة ندى. شخصية ذكية وعندك قدرة عجيبة في اقناع الاخرين. ده حقيقي. بس انت نسيت اهم حاجة. انا عندي قدرة على اقناع الاخرين باي حاجة انا عايزاها طالما فيها المبلغ المناسب. منسيتش. بكرة هتلاقي عمولتك اتحولت على رصيدك في البنك. اتفقنا. تعرف اكتر حاجة شغلة بالي ايه؟ ايه؟ عدنان ده بيفكر في ايه؟